كابتن سلعاوي يا استاذ حضرتك، خلينا زي ما عودناكم نروح لارض الملعب، صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، والزميله العزيزه سلا حامد، عشان كما تعودنا ندي لحضراتكم اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا سلا. بشكرك جدا طبعا يا كابتن هيثم، برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام وكابتننا طبعا الكبار في الاستوديو طبعا الكابتن محمد سلعاوي والكابتن نبيل بخيت وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت طبعا يا كابتن هيثم، هكون مع حضراتكم من ارض الملعب داخل صاله الامير عبد الله الفيصل طبعا عشان اقول لحضراتكم كل الاجواء هنا واستعدادات يعني كلا الفرقتين، سواء فريق طبعا فريقنا فريق النادي الاهلي او فريق نادي سموحه، قبل مواجهه اليوم وتعتبر طبعا ختام الدور الاول بالنسبه لفريقنا فريق النادي الاهلي، اخر مباراه في الدور الاول من بطوله دوري السوبر لكره السله رجال. طبعا خليني سريعا يا كابتن هيثم انقل لحضرتك هنا الاجواء، طبعا يمكن خلينا نبتدي مع فريقنا فريق النادي الاهلي، ويمكن الفريق يعني استعد بشكل طبيعي جدا طبعا مع المدير الفني مستر اوجستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، استعدوا بشكل طبيعي جدا للمباراه. التمرين امبارح كان يعني بشكل طبيعي على نفس الصاله، والنهارده الصبح كان في برضو محاضره فيديو ميتنج، وامبارح كان في محاضره فيديو ميتنج ما بين مستر اوجستي وجميع اللاعبين طبعا الحديث عن المباراه، واتفرجوا طبعا على بعض الفيديوهات وبعض المباريات بالنسبه لنادي سموحه، يمكن اخر مباريتين بالنسبه لهم اتفرجوا عليهم، شافوا طبعا نقط الضعف والقوه اللي عند نادي سموحه. يمكن برضو يعني مستر اوجستي بوش اتكلم عن بعض التعليمات اداها للعيبه في الاجتماع ده، فطبعا الاجتماع ده كان امبارح، والنهارده يعني الفريق وصل لملعب المباراه قبل المباراه بساعه، ويعني زي ما حضرتك طبعا شايف ورايا بداوا عمليات الاحماء، كذلك ايضا يعني فريق سموحه بداوا عمليات الاحماء على يعني الجزء الثاني من ارضيه الملعب، وكمان فريق سموحه وصل امبارح للقاهره ودخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراه، كمان استعدوا بشكل طبيعي جدا طبعا تحت قياده المدير الفني تامر مصطفى، استعدوا بشكل طبيعي جدا للمباراه. ويمكن النهارده عندهم يعني غياب واحد فقط في القايمه وهو محمد يونس بسبب طبعا الاصابه خلع في الاصبع، يمكن دي الاصابه اللي تعرض لها في المباراه اللي فاتت امام نادي سبورتنج. وكابتن تامر كمان صعد يعني ثلاث لعيبه من ال 18 وال 20 سنه وهم محمد وائل يوسف الحلواني واحمد سليمان من ال 20 سنه، يمكن النهارده ان شاء الله هيشاركوا مع نادي سموحه في المباراه بشكل طبيعي. كمان النادي الاهلي عنده اربع غيابات النهارده، عمر عزب ويوسف المعداوي، يمكن كرم سيبوش ان هو النهارده يريحهم مش هيشاركوا في المباراه. وكمان طبعا يعني اللي هيغيبوا عن المباراه النهارده مؤمن طارق خيري بسبب الاصابه طبعا الكسر على مستوى القدم، وبالتاكيد عمرو زهران بسبب اصابته اللي تعرض لها طبعا مع منتخبنا الوطني وهي قطع في الرباط الصليبي، ولكن جميع اللاعبين بشكل طبيعي جدا يا كابتن هيثم هيشاركوا في المباراه اليوم. يمكن طبعا اللعيبه مستر جوسي بوش يعني بيسعوا طبعا للحفاظ على العلامه الكامله، يمكن فازوا في الخمس مباريات اللي فاتت في الدور الاول، ان شاء الله النهارده هدفهم ان هم يحافظوا يعني على سلسله الانتصارات. ويمكن كمان النادي الاهلي خليه يفكر الساده المشاهدين ان هو في المركز الثاني برصيد 10 نقط، والاتحاد السكندري في المركز الاول برصيد 11 نقطه، ولكن النادي الاهلي متبقي له يعني مباراه واحده مع نادي الجزيره، ويمكن طبعا المباراه دي تم تاجيلها بسبب بالتاكيد وفاه نائب رئيس النادي الاهلي ومعالي الوزير الكابتن عمرو فاروق طبعا بسبب وفاته، كانت في نفس اليوم المباراه، فطبعا تم تاجيل المباراه، ولسه يعني الاتحاد المصري لكره السله هيحدد موعد المباراه قبل بدء الدور الثاني من يعني دوري السوبر لكره السله، وان شاء الله الدور الثاني هيبتدي مع بدايه شهر مارس، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي هيلعب المباراه اللي فاضله له مباراه الجزيره والمؤجله طبعا قبل الدور الثاني من الدوري، ولكن يعني النادي الاهلي بيسعى بشكل طبيعي جدا ان هو يحافظ على العلامه الكامله والفوز في المباراه الاخيره بالنسبه له قبل مباراه الجزيره وهي مباراه سموحه. يمكن دي طبعا يعني يا كابتن هيثم كانت كل الاجواء هنا يعني سواء يعني الفريق النادي الاهلي واستعداداته قبل المباراه النهارده، وبتاكيد فريق سموحه واستعداداته، الفريقين بيسعوا طبعا للفوز النهارده، ويمكن يعني دي كانت كل الاجواء والاستعدادات طبعا بالنسبه للفريقين. وانا معاك طبعا يا كابتن هيثم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كابتن تفضل. سلا بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما شفتوا حضراتكم وسمعتم وسلا حامد يعني بلغتنا من ارض الملعب ان في اصابات، ما زال الفريق بيتعرض لبعض الاصابات بزياده، يعني احنا كنا عارفين مؤمن خيري وكمان عمرو زهران، ولكن عزب والمعداوي الاثنين بيغيبوا، الاثنين مزق، يعني واحد مزق في الاماميه واحد مزق في الخلفيه، فاذا اصابات بتضرب الفريق بعنف، ومع ذلك الحمد لله قادر حتى الان الفريق يقف ويتصدر الدوري متاخر، هو طبعا الثاني ولكن متاخر فرق طبعا يعني مباراة عن الاتحاد، لان ان شاء الله مباراة الجزيرة المؤجلة تلعب يوم الاربعاء.